وصلنا لمساحتنا الأولى سالي، ورح نحكي فيها عن موضوع كتير يشغل بال الأمهات أو الأهالي، وهو المراهقة وما يمر به المراهق من تغييرات نفسية وجسدية وفيزيولوجية وأيضا سلوكية، حيث أنه بيحاول يبني شخصيته الخاصة ويتمرد أيضا بهذا العمر أو هي المرحلة الحرجة اللي بتحدد شخصية الشخص بكل مرة. أكيد زينب، مثل ما ذكرتي بفترة المراهقة بتزداد أيضا كميات الطعام والطلب على كميات الطعام لجسم المراهق، وأحيانا بيكون غذاؤه غير متوازن وهو بحاجة لغذاء متوازن طبعا بهيدي الفترة بسبب التغيرات الهرمونية يلي ممكن تصيب الشاب، خلينا نقول أو اليافع. أكيد كل هالتفاصيل رح نحكي عنها، ورح نشوف إذا كان الغذاء غير متوازن قدي في مخاطر ممكن يتعرض إلى المراهقين. أكيد بصرنا نرحب بالدكتورة لميا البضنة، اختصاصية في أمراض الأطفال. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا فيك. وكل عام وأنتم بخير يا رب، مثل ما قلتي تكون سنة 2021 سنة خير يا رب. إن شاء الله كل عام وأنت بخير دكتورة، ويسعد لي صباحك. صباحك. يعني عم نحكي عن موضوع كتير بيعانوا منه الأهالي، هو سن المراهقة والتغييرات الجسدية والنفسية للمراهق. بس خلينا نحكي قبل، كثير من الناس بيقولوا اولادي بيكرهوا جسمهم، بيكرهوا حالهم، في عندهم تغيير بالتغذيه، يا سمين سمين يا بينحف بينحف. تمام. فخلينا نحكي عن اضطرابات التغذيه عند المراهقين. هلا مثل ما قلتي انه المراهق عم يمر بمرحله انتقاليه، هالمرحله هي اللي ببلش بحس انه هو يعني ملك نفسه، هو بلش يحس بالاستقلاليه، بلش يحس انه هو بده ينفصل عن عيلته، بده يكون له تقاليده الخاصه بكل شيء، ومن هالشيء هذا هو تقاليد الاكل. بالاضافه لهالشيء انه حاجاته التغذويه بتزيد بفتره المراهقه، لانه عم يزيد نموه الجسمي، عم يزيد تكوين على العضلات، كل هالشغلات بتزيد من حاجته للتغذيه. هلا بيعملوا بعض الامور اللي بهن بالنسبه لهم قد تخليهم انه يحافظوا على جسمهم، بينما بنفس الوقت انه احيانا عم يضروا حالهم. هلا ليش ضروري انه نحكي عن تغذيه المراهقين؟ لانه لقوا هلا انه نحن لما بنأسس تغذيه سليمه خلال الطفوله ومستمر فيها خلال المراهقه، هي بتوقي كثير انسان من الامراض المزمنه بالفترات البعيده. يعني لقوا انه التغذيه السليمه خلال فتره الطفوله والمستمره خلال فتره المراهقه بتوقي من افات القلب الاكليليه، من افات القلب، توقي من السكري، من كثير من الامراض المزمنه، لذلك هذا كثير مهم. هلا الشيء اللي بيخلي المراهق انه يعدل بنظام تغذيته، انه نحن بنعرف انه في قفزه نمو طبيعيه اثناء البلوغ، شيء طبيعي بده يزيد جسمه، بده يزيد وزنه، بده تزيد عضلاته. بعض المراهقين وخاصه البنات، لانه مثل ما حنشوف البنات كثير بهمهم دائما يحتفظوا بشكل انه يكونوا مقبولين من اقرانهم، بيعتبروا انه فتره هالبلوغ هي اللي هي طبيعيه، هي عباره عن سمنه، فبيحاولوا ياخذوا بعض العادات الخاطئه اللي اما بتوقف هالهجمه الطبيعيه او انه بتخففها. هلا واحدة من العادات اللي التغذيه السيئه عند المراهقين هي انه بيحذفوا بعض الوجبات، مثل ما قلنا المراهق بيقوم مشغول، عنده مدرسه، عنده عمل، صار عنده لقاءات يعني مع رفقاته كثير، فهو عاده مشغول، فبميل انه ما يلتزم انه ياخذ الوجبات مع العائله، فبيحذف بعض الوجبات. بدراسه عملت على بعض المدارس اللي الاطفال اللي بياخذوا فيها وجبه الفطور تحديدا، لانه على الاغلب المراهق لما بيحذف وجبه بيحذف وجبه الفطور، بيقوم الصبح مستعجل ما له شهيه، فميل انه ياخذ وجبه الفطور لسببين. هو برايه انه لما عم يحذف وجبه الفطور هذا عم يعمل نوع من الرجيم او نوع من تخفيف الوزن، والشيء الثاني مثل ما قلت لك هو وقته المشغول وقله الشهيه بالصباح. المدارس اللي يعني الطلاب فيها بيستهلكوا وجبه الفطور، لو انه هدول الطلاب بيحققوا درجات اعلى وخاصه بماده الرياضيات لانه ماده صعبه، لو انه هدول الطلاب عندهم مشاكل نفسيه اقل، عندهم اضطرابات بالسلوك او خلافات بينهم بين المدرسين اقل، لو انه غيابهم اقل، ادائهم المدرسي اكثر، فاذا معناته المراهق اللي عم ياخذ وجبه الفطور اول شيء عم يامن ربع الوارد الحراري اللي هو لازمه لكل النهار، معناته لما حذف هالوارد. والشغله الثانيه لقوا انه ادائه المدرسي افضل، كلياتنا بنعرف انه الشخص الجائع مو مثل الشخص غير الجائع، طبعا فدائما هذا
الغلط اللي بيوقعوا فيه. صحيح. الغلط الثاني اللي بيوقعوا فيه هنا لما بيحذفوا وجبة الفطور برأيهم انه هن وفروا جزء من الحريرات، هذا الشيء حيصير بداله انه هن حياخذوا بعده اكل كثير بالوجبة الثانية، او حياخذوا شيء من الوجبات السريعة اللي هي اساسا فقيرة. صحيح. بالمغذيات. صحيح. وعالية بالدسم. فاذا اول عادة تغذوية خاطئة عند المراهقين هي حذف الوجبات. عادة بيميلوا مثل ما قلنا انه يحذفوا الفطور، احيانا بيحذفوا الفطور والغداء، بكثير احيانا بسبب وقت انشغالهم ممكن ببعض الاحيان يحذفوا وجبة العشاء. طبعا هو ما بيحذف ثلاث وجبات، بس قصدي على الغالب. صح. هي وجبة الفطور اللي بيتم حذفها بالاغلب. دكتورة يمكن حكيتي على الشغلات السليمة اللي احيانا المراهق بيبتعد عنها اللي هي وجبة الفطور. طبعاً. وحكيتي نقطة كثير مهمة هي الوجبات السريعة. مثل ما بنعرف التغيرات الهرمونية بفترة المراهقة كثيرة، والوجبات السريعة فيها كمية من الدسم المشبعة يلي احيانا بتكون فيها هرمون. طبعاً. مثل الدجاج والهمبرجر، هدول القصص كلها احيانا بيبتعدوا عن اكل المنزل اللي طابخته الام او الحدا من اللي بالبيت، وبيروحوا بيشتروا من برا وجبات سريعه ممكن تعطيهم كميه من السعاده بس هي عم تخربط لهم هرموناتهم. قد ايه مهم الابتعاد عنها؟ هلا مثل ما قلنا انه الوجبات السريعه هي واحده من عادات التغذيه كمان الخاطئه عند المراهقين. الوجبات السريعه دائما 90% من الحالات هي مؤذية لتغذية المراهق، إلا إذا كانت موضوعة بشكل تغذوي صحيح. هلا قديش بتأذى المراهق من الوجبات السريعة؟ حسب قديش هو بيرتاد المطاعم تبع الوجبات السريعة، لقوا إنه تأثيرها على تغذية المراهقين متعلقة بشغلتين، أول شيء قديش هو بيرتاد مطاعم الوجبات السريعة، لقوا إنه 90% من رواد مطاعم الوجبات السريعة هن المراهقين بعمر تحت 18 سنة، تمام؟ والشغلة الثانية تركيب هالوجبات، كثير قليل صراحة المطاعم اللي بتقدم وجبات هي فيها خضروات وفواكه وفيها شغلات مفيدة، هن على الأغلب عم يقدموا وجبات نسبة الدسم فيها كثير كثير عالية، نسبة الكالوري فيها كثير عالية، بالمقابل المغذيات الثانية فيها هي أقل. هلا المراهق بحب الوجبات السريعة لعدة أسباب، أول شيء إنه هي متوفرة، تمام؟ وهلا صار في عنا يعني برامج توصيل متوفرة صارت ليلا نهارا بأي وقت جعبانه المراهق حتى لو ما كان خارج البيت صراحة بيطلب كانوا يدق لأي أبليكيشن يأمن له الوجبة. هي طعمتها طيبة يعني فيها كتير شيء من النكهات الطيبة. الشغلة الثانية مثل ما قلنا المراهقين هن صار عندهم رفقاتهم صار عندهم اجتماعاتهم، فأغلب اجتماعات المراهقين حتكون بمطاعم الوجبات السريعة، هالقعدة متابعة المباريات الوقت الحلو اللي عم يقضوا بالمطعم وبيخليهم يطلبوا الوجبات السريعة أكثر. هلا فنحن لو كانت هالوجبات هي فيها جزء كبير من المغذيات فحقول إنه حتكون معنا مؤذية. مشان هيك نحن النصيحة اللي بنعطيها للمراهقين إنه لما بده ياخذ وجبات سريعة إذا قدر إنه تكون غنية كثير بالخضروات، يقلل نسبة الدسم فيها وهي كثير قليل لأنه بالنسبة للمطعم ما بيمشي الحال. صح. يخفف من الاستهلاك تبقى كمية يعني كتير قليلة، ساعتها بتكون يعني أثرها سيء على التغذية أقل، بس على الغالب هي أثرها سيء وهي مسؤولة كتير عن البدانة. هذا الغلط اللي بوقع فيه المراهق مثل ما أنه بيحذف مثلا وجبة الغداء أنه أنا بلا الكالوري اللي أخذته وبلا الرز اللي أخذته بالبيت وبلا البطاطا، بيجي بياخد مثلا وجبة الساعة 5-6 على أساس أنه هو أخذ وجبة واحدة بالبيت، فبتكون غلط. هي عطته فات كتير، عطته دسم كتير، ما عوضت النقص التغذوي اللي راح لما روح الوجبة الغذائية الصحيحة. نعم. طب خلينا نحكي بما أنه حكينا عن اضطرابات التغذية، كمان في عنا جانب هو كتير من المراهقين بيصيبوا النحافة شديدة. تمام. ممكن يتأثروا بالتنمر اللي عم بيصير بالمدرسة، ممكن يتأثروا بيمكن مواقع التواصل والشكل اللي ممكن الشائع بين الصبايا. تمام. فخلينا كمان نحكي عن تأثير الحالة النفسية على النحافة الشديدة عند البنات، عم بتصير أحيانا مرض كمان. هلا هي المشكله الثالثه من عادات التغذيه السيئه عند المراهقين هي اتباع الحميات الخاطئه. مثل ما قلنا المراهق الشيء اللي بي يعني اللي مستحوذ على تفكيره هو رضا الاخرين عليه او شكله امام الاقران، وقلنا هذا لاحظوا انه بالمراهقات البنات اكثر من المراهقين الذكور، واصبح الان يشاهد عند الذكور بيميلوا لانه يتبعوا برامج حميه خاطئه برايهم انه هذا الوزن المثالي اللي بدهم يصلوا له. نحن انا هون بحب
بحب وجه رسالة دائما للمراهق أو للكل المراهقين أنه لا يوجد جسم مثالي، لا يوجد جسم صحيح. مثل جسم آخر صحيح. في صورة يا ريت نقدر نعرضها بتورجيكي 6-7 أشكال للناس، هدول الناس كلياتهم وزنهم 70 كيلو تمام، بينما كل واحد له شكل لأنه كل واحد له توضع للدهون أو شكل جسم معين تمام. ومثل ما قلنا وجبة يعني هجمة البلوغ الطبيعية بيعتبروها هي عبارة عن زيادة بالوزن، فلذلك منقول نحن أنه أنت لما عم تتناول 3 وجبات غذائية اللي هي الفطور والغداء والعشاء، ولازم يكون في سناكات، هلا بنحكي كلمتين على السناكات، لما عم تاخذ تغذية غنية بالألياف، غنية بالخضروات، غنية بالفواكه، مبعد عن الدسم، مبعد عن السكريات، أنت حتضمن تغذية منيحة. الشيء الثاني اللي بيوقعوا فيه المراهقين لما بيعملوا برامج حمية خاطئة، أول شيء أنه ممكن ياخذوها من ناس مانا خبيرة، يا يعني بيدخلوا بحالتين، إما بيدخلوا بحالة فرط نهم للأكل، بصير عندهم أكل زيادة، وبيرجعوا بيدخلوا بسمنة حقيقية هي ما بتكون صراحة سمنة، قد ما بيكون شكل جسم هن غير راضين عنه، أو يدخلوا بحالات نحافة شديدة، ومعروف مرض اسمه القمح العصبي عند الأطفال اللي المراهقات تحديدا بيمتنعوا فيه عن الطعام، بصيروا بيحرضوا الأقياءات لحتى يتخلصوا من الأكل بهدف وصولهم للنحافة اللي هي مرسومة بذهنهم تمام، بيحرضوا هن الأقياءات، وبصير صراحة مرض وعلاجه كتير طويل، ويضطر لاستشارة نفسية، هي بدها تصل للشكل هو بذاتها، يعني بدها شكل معين شايفته على رفقاتها، شايفته على السوشيال ميديا، في شكل معين بدها اياه، فبتدخل بحلقة مفرغة وبتدخل بنحافة شديدة، هدول كتير علاجهم صعب، وبيدخلوا بمشاكل سلوكية وبدون علاجات سلوكية، وكتير حالات قد تنتهي بالوفاة، لذلك بدنا ننتبه كتير كتير على هالنقطة. يعني دكتورة أشرتي لنقاط كتير مهمة وكتير هلأ من الصبايا عم تسأل عنها، وأكيد كلنا مارقين فيها. مثل ما ذكرتي الأجسام هي بتختلف، يعني زينب بنتذكر بفترة من الفترات سمنا بعدين لحالنا هيك رجعنا ضعفنا، ولكن أهمية الغذاء المتوازن للجسم قدي مهم. خلينا نركز لصبايا حتى أنه الفطور لازم يكون كامل، أيضا الفيتامينات حتى لبشرتهم، يعني هن بيصلحوا من جهة وبيخربوا من جهة تانية. فالشيء المهم اللي ذكرتيه هلا انه الالتزام بالوجبات، الصراحه الالتزام بالوجبات بيجي لما بنكون ملتزمين كمان بوجبات العائله، قلنا نظام المراهقين المشغول على الاغلب ما بياكلوا هن مع عائلتهم، كمان بدراسه لقوا انه الاطفال اللي هن بياخذوا اغلب الوجبات مع العائله لقوا انه هن بيكون عندهم البي ام اي معدل كتله الجسم اقل بكثير من الاطفال اللي هن ما بيلتزموا مع وجبات العائله، لانه على الاغلب هن بياخذوا وجبات متكامله ومغذيات صحيحه. الشيء الثاني المهم قلنا انه الاطفال بحاجه لسناكات، بحاجه لوجبات بين الوجبات الرئيسيه، هالسناكات هي لما بتكون عباره عن حبوب كامله، لما بتكون عباره عن لبن قليل الدسم، لما بتكون اغذيه غنيه بالكلس، اغذيه غنيه بالحديد، هي بتكون سناكات صحيه افضل انه تكون سناكات عباره عن وجبات سريعه. في نقطه كثير مهمه ذكرتيها هون انه نحن بحاجه للالياف، بحاجه للحديد، بحاجه لفيتامين B1 B6 B12، كل هدول ما بيتامنوا اذا ما أمنا تغذية سليمة، والجسم كل متكامل، نحن ما فينا نعتني بالبشرة بدون ما يكون في عنا تغذية صحيحة. في نقطة تانية كتير مهمة حابة أذكرها هون، أنه لما المراهق بيقوم بحمية بينزل وزنه بيرجع بيطلع وزنه، هي اسمها حمية اليويو اسمها، يعني أنه مرة فقد وزن ومرة زيادة وزن، لقوا على الدراسات أنه هي كتير مرتبطة مستقبلا بتطور آفات القلب الإكليلية وتطور حوادث القلبية الوعائية، فنحن عم نحكي على شيء كتير كتير مهم. الشيء العناصر الغذائية اللي دائما بقول لازم المراهق يأكد عليها هي الكلس، المراهق بحاجة كتير للكلس اللي هو موجود بالحليب ومشتقات الألبان والأجبان، والكتير من المراهقين بينسوها وبيعتبروها مانا من نظامهم. الزنك ضروري كتير بالخضار، موجود كله، وصرنا كلياتنا بنعرف فائدة الزنك بكتير من الأمور. النقطة الثانية مهمة، كل المراهقات وخاصة الإناث هن بعرضة لفقر الدم بعوز الحديد بسبب وجود دورة تمصية وفقدان الحديد، هن بحاجة على الأقل ل 15 ميلي جرام كل يوم من الحديد، هذا إذا لم تكن تغذيتهم متوازنة وأمنوا خضار وفواكه ولحوم بطريقة جيدة لن يستطيعوا التأمين فقر الدم، يعني تعويض فقر الدم بعوز الحديد. حتى كمان بدراسة لو أنه المراهقات اللي هن عندهم فقر دم بعوز الحديد هن وزنهم
اكثر من المراهقات اللي ما عندهم فقر دم بعوز الحديد، معناته بنخلص لهالشيء انه كثير من برامج الحميه اللي عم يتبعوها المراهقين مع كل اسف عم تؤدي لانه يدخلوا بطور البدانه اكثر ما يصلوا للنحافه اللي هن مرسومه بذهنهم. فلذلك بدنا نعود المراهق لا تقسم الطعام الى طعام ضار، طعام بنحف، طعام بسمن، ما بصير نقسم الطعام هيك انه هذا مؤذي، هذا بنحف، هذا بسمن، الطعام يقسم حسب قيمته الغذائيه، وكل وجبه من وجبات الطعام بحاجه الى شيء معين انه يكون موجود فيها وهو بحاجه للوجبات الثلاثه. طيب دكتوره انت بتايدي دخول الفيتامينات، بما انه مرض او نقص الفيتامينات ومرض العصر عند الكل، بتايدي المكملات الغذائيه للمراهقين يعني الاهالي لما يجتهدوا، خاصه هلا بهالفتره قد ما عم يقروا على مواقع التواصل وكورونا وهيك، فصار الكل عم يجتهد من عنده، بتايدي هذا الشيء بسبب يعني لضبط اضطرابات؟ ابدا، اي متمم غذائي واي فيتامين سيدخل للجسم يجب ان يدخل باستطبابه، يعني انا اذا ما عندي فقر دم بعوز الحديد مثبت ما بصير اني اخذ الحديد، ما عندي شيء مثبت ما بصير انه اخذ، مثل ما قلتي لما الناس بلشت تاخذ الزنك بكميات كبيره في ناس صارت تعاني من الاعراض السميه للزنك، صحيح. مثلا الجرعات الكبيره بلشت تعمل غثيان اقياء، الاشخاص اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني لازم ينتبهوا قبل ما ياخذوا الزنك، فاي فيتامين مهما بدا انه كثير بسيط يجب الا يؤخذ الا باستطبابه وفي حال وجود عوز بهذا الفيتامين. نعم دكتوره، يعني مع هالمعلومات القيمه يلي استفدنا نحن منها واكيد ان شاء الله يا رب تكون وصلت لكل بيت وعائلة بهمها انه يكون صحتها وصحة الصحة البدنية عندها سليمة، ان شاء الله تكون هيك قدرنا نوصل المعلومة بفقرتنا لليوم. معك دكتورة لميا شرفتينا واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم، شكرا لوجودك معنا وكل عام وانت بألف خير. بألف خير حبيبي.